سنة 1967 كانت الفترة دي فيها صراعات وحروب كتير في العالم، من أهمهم الحرب الباردة واللي كانت بين أمريكا والاتحاد السوفيتي. تخيل انت بقى في الوقت ده وعز الحرب ما كانت مشتدة بين الطرفين، كان في مجموعة من بولندا وتشيكوسلوفاكيا والسويد وأمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وبلغاريا قاعدين بيتفرجوا على فيلم وثائقي للحرب العالمية الثانية وبيضحكوا وبيهزروا مع بعض. هتقولي طب وإيه يعني المشكلة يا ابو صلاح؟ يا حبيبي الناس دي تعتبر اعداء في الوقت ده، يعني بولندا وتشيكوسلوفاكيا وبلغاريا كانوا تابعين للاتحاد السوفيتي، اما امريكا وبريطانيا وفرنسا دول اعدائهم اللي كانوا بيحاربوهم. طب الناس دي كانت قاعدة بتتفرج على الفيلم كده وبس؟ لا، الناس دي كمان عملوا اولمبياد خاصة بيهم. طب هتسألني الكلام ده حصل فين؟ لك ان تتخيل ان الكلام ده حصل فعلا في ام الدنيا مصر. تبدأ القصة في حرب الأيام الستة واللي هي نكسة 67. في 5 يونيو عام 1967 حصل تصعيد بين مصر وإسرائيل واللي انتهى بهجوم القوات الإسرائيلية على الأراضي المصرية، وفي الوقت ده كان في 14 سفينة تجارية في المجرى الملاحي لقناة السويس وبالتحديد في البحيرات المرة واللي كانت قريبة جدا من أرض المعركة بين الجيشين المصري والإسرائيلي. فالجيش الإسرائيلي سيطر على الضفة الشرقية من قناة السويس، فقرر رئيس مصر جمال عبد الناصر غلق قناة السويس وسدها بالألغام والجرارات والسفن القديمة علشان الجيش الإسرائيلي ما يستغلهاش. وأثناء الحرب الحكومة المصرية منعت عنهم التواصل بالراديو لأنهم في نص أرض المعركة وممكن يتواصلوا مع العدو، وكمان الحكومة المصرية شددت على السفن ممنوع أن هم يسيبوا السفن بتاعتهم أو أن هم يستخدموا قوارب النجاة في التنقلات، يعني كل واحد يقعد في سفينته. ولكن أثناء الحرب يتفاجئ أسطول السفن إن في جنود مصرية راجعين من الحرب من سيناء وهم مصابين وبيحاولوا يعوموا من الضفة الشرقية للضفة الغربية في بحيرة عرضها 9 كيلو، انت متخيل؟ وهنا يقرر طاقم السفن إنه لازم يتدخل وبالفعل يخالفوا التعليمات ويعرضوا حياتهم للخطر، وبالفعل نزلوا قوارب النجاة وقاموا بعمليات إنقاذ للجنود المصرية اللي في البحيرة. وبالرغم من خطورة الموقف لان هم خلفوا تعليمات القوات المصرية، لا كمان لو الطيران الاسرائيلي شافهم في احتمال كبير ان هو يهجم عليهم، ولكن السفن لم تتراجع وفعلا انقذت اكتر من 200 جندي مصري وقدموا لهم خدمات طبية ورعاية. وفعلا الصحف المصرية والحكومة شكرت الاسطول على مساعدتهم، ولكن برضو قرروا يبعتوا عسكري لكل سفينة يقف على غرفة الراديو علشان ما يتواصلوش مع حد كأحد الاجراءات الامنية. والحكومة المصرية شمعت غرف الراديو في كل سفينة بالشمع الأحمر، وبانتهاء حرب الأيام الستة اللي هي النكسة وتم وقف إطلاق النار اتعقد الوضع أكتر بالنسبة للسفن واللي سموهم بعد كده باسم الأسطول الأصفر بسبب الصحراء اللي حواليهم في كل مكان، وكمان لما كانت بتحصل رياح فكانت السفن دي بتتغطى بالرمال وعلشان كده تسموا بالأسطول الأصفر. طب خلاص بقى الحرب خلصت اهو هنمشي والدنيا هتبقى حلوة، لا للأسف السفن دي هتفضل محبوسة في البحيرة مش شهر ولا اتنين، دول هيفضلوا 8 سنين، انت متخيل؟ 8 سنين قاعد في سفينة مفيش حواليك غير صحراء. طب ازاي قدروا يتعايشوا كل الفترة دي؟ فاول شهر عدى عادي، وبعد فترة السفن بدأت تخالف التعليمات ونزلوا سفن النجاة وبقوا يتجمعوا على سفينة واحدة. وزي ما قلنا ان السفن دي كانت سفن تجارية وكان عليها كل انواع البضائع اللي ممكن تتخيلها، فواكه ولحوم وملابس واسلحة كمان. فبدأت كل سفينة تطلع من البضاعة اللي معاها وكان كانوا بيبدلوا مع بعض، انت معاك هدوم وانا معايا اكل فنبدل مع بعض وهكذا. وتفتكر الناس دي هتقف عند الاكل والشرب بس؟ تعال نشوف. مع الوقت زي ما قلنا اتحد اطقم السفن مع بعض بالرغم من ان الدول اللي هم منها اعداء وبيحاربوا بعض، الا انهم محوا كل الخلافات اللي ما بين الدول بتاعتهم وبدأوا يتعايشوا مع بعض في سلام. لا كمان دول اسسوا مجتمع ليهم وسموه مجتمع البحيرات المرة، وفي سنة 1968 يعني
يعني بعد الحرب بسنة، في الوقت ده كان في أولمبيات في المكسيك، فهنا قرر مجتمع البحيرات المرة ان هم كمان يعملوا أولمبيات مصغرة ما بينهم، فعملوا مسابقات في الرياضات مختلفة مش هتتوقع ان هي ينفع تتعمل على سفن اصلا، زي رفع الاثقال وكرة الماء والرماية والقفز العالي والسباحة وكمان كرة القدم، وكانوا بيعملوا المباريات على اكبر سفينة وهي السفينة الانجليزية. لا دول كمان كانوا عاملين سينما على احدى السفن، وتخيل بقى ان هم كانوا قاعدين بيتفرجوا على فيلم وثائقي للحرب العالمية الثانية وقاعدين بيهزروا، وكمان عملوا طوابع بريد مخصصة ليهم، فكانوا بيرسموا الطوابع دي وكانت معتمدة من الحكومة المصرية. والحياة طبعا ما كانتش جميلة على طول، فالاسطول الاصفر حضر 3 حروب شافهم لايف قدام عينيهم. لا دول كمان كانوا في وسط المعركة، فهم حضروا النكسة وحرب الاستنزاف وحرب اكتوبر 73 واللي انتصر فيها الجيش المصري، وفعلا السفن فضلت محبوسة لمدة 8 سنوات، ولكن كل دولة كانت بتغير طقم السفينة كل 4 أو 6 شهور. وبعد انتصار 73 مصر فضلت سنتين بتطهر قناة السويس من الألغام وبيشيلوا الجرارات والسفن ومخلفات الحرب، لحد ما جت اللحظة المنتظرة وبالتحديد 1975 وتم افتتاح قناة السويس مرة تانية. وطبعا بسبب طول المدة السفن كانت محتاجة مساعدة علشان تتحرك بسبب الأعطال اللي حصلت لهم، ما عدا سفينتين بس هما اللي اتحركوا على طول ورجعوا على بلدهم بدون أي مساعدة، وطبعا السفينتين دول كانوا بتوع مين؟ بتوع ألمانيا، فدول شغلوا المحركات ومشوا على طول من غير صيانة ولا الكلام الفاضي ده. أما السفن التانية فاضطرت الشركات إن هما يسحبوهم وما كانش في امل فيهم، ودي تعتبر اطول رحلة تجارية حصلت في التاريخ، ودي كانت قصة الاسطول الاصفر. ولو القصة عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، واتفرج على كل القصص هتلاقيها على قناتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك، واستنوني الاسبوع الجاي في قصة جديدة وبرنامج قصة على الماشي، وشكرا.